الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بتجدد اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج يسألونك، كما أنني سعيد بتجدد اللقاء أيضا بفضيلة الأستاذة الدكتورة بثينة الغربزوري، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذة كريمة، مرحبا. مرحبا بك أستاذي، ومرحبا بالسادة المشاهدين في كل مكان. بارك الله فيك. ونلتقي كالعادة في محور قضايا الأسرة وفقه النساء، مجموعة من الأسئلة اللي توصلنا بها من المشاهدين الكرام ومشاهدات الكريمات اللي دائما كنتظروا تواصلهم وكنتظروا طرح الأسئلة ديالهم باش نحولوها للسادة العلماء والسيدات العالمات الذين يحضرون معنا في برنامج يسألونك. إذن هذا واحد من الأسئلة اللي توصلنا بها من السيد نبيل من شماعية، يقول: ما حكم الشرع في الوصية الواجبة التي قررتها مدونة الأسرة؟ نعم، احنا أستاذ قضية ديال مدونة الأسرة دائما مرحبا أستاذي. مرحبا. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. طبعا السؤال يتعلق بالوصية الواجبة، وبما أنه ربطها بمدونة الأسرة فأكيد يقصد الوصية الواجبة التي فرضها المشرع لأبناء البنت. نعم، لأن كانت عندنا الوصية الواجبة دي المدونة الأحوال الشخصية، كانت عندنا هذه الوصية الواجبة. أولا، ما هي الوصية الواجبة؟ يعني المشرع كيعطيها له ضمنيا، كيعطيها له ضمنيا في حدود النصيب ديال الأب دياله الذي يجب أن لا يتجاوز الثلث، لأنها وصية والوصية يجب أن لا تكون في أكثر من الثلث. فإما تكون في النصيب والمقدار اللي كيورث الأب ديالو، دابا كنهضر على مدونة الأحوال الشخصية، الأب ديالو اللي كانت قديما، اللي كانت قديما قبل ما تتجاوز وما تتجاوز الثلث، لأنها وصية. ويشترط كذلك أن يكون الأب ديال الأحفاد ممن يرثون، لأن أحيانا قد يكون الأبناء لا يرثون، اللي حرمهم هو من الإرث، ولا كانوا مثلا اختلاف الدين، أو أنهم كانوا يعني ربما القتل أحيانا. إذا مانع من موانع الإرث، أن يكون مانع من موانع الإرث، نعم، يكون كيورثوا، أن يكون لا يتجاوز الثلث، أن يكون كذلك يعني ما عطاهمش جدهم شي عطية في حياتهم، في حياة باهم أو في حياته، ما عطاهمش شي عطية، ما عطاهمش لا هدية لا عقار ولا بدون مقابل، ماشي بيع وشراء، هدية عطية صدقة إلى غير ذلك من أشكال العطاء بدون مقابل، خص ما يكونش عطاهم شي حاجة. إذا عطاهم، إذا عطاهم لا تجب عليه الوصية، وخا تكون شي حاجة قليلة يمكن نكملوها الثلث، نكملوها الثلث، نكملوها الثلث، المهم ما تكونش عطية اللي كتفوق عندنا دائما، لأن هي وصية عندنا يعني في الثلث. الثلث هذا الشيء القصد يعني لا 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 اكيد يعني بهذا الشكل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابه ما كانش، ولكن الفقهاء اجتهدوا وقالوا يعني مسايره وتطبيقا لمقاصد الشريعه لرفع الضرر على هؤلاء الاحفاد الذين يعني لحقهم الضرر جراء وفاه الوالد ديالهم، انه نعطيو له هذه الوصيه الواجبه يعني باش نجبروا الضرر ديالهم وباش نرفعوا عليهم هذا الظلم. نعم. طبعا بعض الفقهاء استدلوا بآية الكريمة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بعض الفقهاء قالوا هذه، أو بعض العلماء قالوا بأن هذه الآية منسوخة، يعني لم يعد العمل بها بآية المواريث لأن وزعت المواريث. بعض الفقهاء منهم المالكية قالوا ليست منسوخة، وإنما هناك الأقربين، بعض الأقربين لا إرث لهم، فهي تخصص هناك عام وهناك خاص، فالأقربين والوالدين الذين أحيانا ربما قد لا يرثون لا بأس أن نخصص لهم وصية، فهي هناك علاقة خاص وعام، هذه أصولية ربما قد لست أدري هذه يفهم السائل، ولكن فهم بأن هذا هناك اختلاف حول هذه الآية، هل هي منسوخة أم أنها يعني خاصة بالورثة أو بالحالات التي لا يرث فيها الأقربين والتي لا يرث فيها الوالدين. فالله سبحانه وتعالى كتب عليكم الفريضة، هي من صياغ الأمر ومن صياغ الوجوب، الأمر الذي يفيد الوجوب أنه يعني
عليكم أن تقوموا أو أن تكتبوا وصية إن تركتم خيرا للوالدين والأقربين. الآن المدونة الجديد في المدونة ولعله يسأل عن هذا أنه قاسوا أنه بما أننا نمنح هذه الوصية لأبناء الإبن فكل هذا يتحقق في أبناء البنت. نعم. لأن قبل في مدونة الأحوال الشخصية كانت الوصية الواجبة فقط لأبناء الإبن الذي توفي في حياة أبيه. قبل باه. أما إذا ماتت الذي توفي في حياة أبيه. ولده ما كانوش كيوجدوا. لا ما كانوش كياخذوا هذه الوصية. لا ما كانش. كان يعني هاد أبناء البنت ما كانوش ياخذوا في جدهم. المدونة لا ساوت. مدونة الأسرة. المساواة مدونة الأسرة ساوت. سواء كانوا أبناء الإبن أو أبناء البنت. طبعا هذا يعني فيه خير كبير لأن هذا المنطق ديال أبناء الإبن فقط هم الذين يعني يستحقون هو فيه شيء من الإجحاف لأبناء البنت. الأحفاد من الإبن ومن البنت نجد بأن هناك دائما كلهم أحفاد عندما نقول الفرع يكون يعني أبناء الإبن وأبناء البنت معا. ما كاش واحد هذا التفرقة إلا في الإرث لأن لها أسباب أخرى ليس لأن الذكر والأنثى وإنما لمهام اجتماعية ووظائف إلى غير ذلك. نعم. مقياس آخر. فهذا لعله يسأل لها أصل إذا الحمد لله أبناء لها أصل في الشريعة الإسلامية. نعم أبناء البنت فهو يسأل هل هي جائزة. هي وصية واجبة فقط يعني هذا الواجب هذا المصطلح الواجب هو مصطلح شرعي إسلامي وله أصل في هذه الآية التي ذكرناها. مجموعة من العلماء اعتبروها غير منسوخة. كذلك لها أصل في الاجتهاد لأن يعني الفقهاء اجتهدوا وجدوا بأن هناك ضرر اجتماعي يلحق بهؤلاء الأبناء فهي إلزامية ولكن فيها قواعد الوصية كذلك ما تفوتش الثلث إلى غير ذلك من ضوابطها. نعم نعم سيدة. انتقلوا لسؤال آخر. سؤال صوتي مرحبا. السلام عليكم. بغيت نسولكم الله يجزيكم بخير. واحدة السيدة دارت الإجهاد ما عرفتش شنو هو سميتو العقوبة ديالو وملي دابا عرفت وبغات توب إلى الله وشنو هو المعمول. جزاكم الله خيرا. مرحبا مرحبا لله وتسمعي إن شاء الله الجواب. نعم. واضح بما يكفي. واضح وعلى ما يبدو السائلة كتعرف بأن الإجهاض حرام لأن تسأل من اللي دارته قالت لك ما كانتش عارفة يديروا العقوبة ديالها. الآن غير باش نذكروها بأن الإجهاض يعني حرام أنه لا يجوز. الحمد لله السائلة كتعرف بأن الإجهاض منذ اليوم الأول لا يجوز يعني منذ اليوم الأول وهذا هو الفقه المالكي وكنا يعني فصلنا في هذه المسألة في الحلقات السابقة وقلنا بأن المذاهب الأخرى يعني عندها اجتهاد مبني على حديث ابن مسعود وقلنا بأن المعطيات الطبية كتبين بأن القول المذهب المالكي هو الأرجح لأن من اليوم الأول منذ التلقيح بتطور الآلات ولو كيسمعوا الجنين كيتنفس كيسمعوا دقات القلب ديالو بمعنى رأي المذهب المالكي راجح في هذه المسألة. نعم. هو الذي نرجحه وقلنا بأن ليس هناك تعارض مع الحديث إلى غير ذلك. المهم هذا ليس مقام هذا التفصيل. السؤال هو الآن هو التكفير عن التوبة. طبعا نعم. أكيد يعني الحمد لله من خصائص هذه الشريعة الإسلامية أن باب التوبة مفتوح دائما وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا يعني كثروا من الذنوب. نعم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا هذه الصيغة جميع كلها بدون استثناء. فلا يحق لأي عبد لأي إنسان لأي شخص يغلق عليك باب التوبة وباب الرحمة كيفما كانت هذا العمل ولو كانت مثل زبد البحر. هناك حديث قدسي رائع يعني يبين خاصية هذه الشريعة ويبين كذلك رحمة الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أذنب ذنبا فقال أي ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله سبحانه وتعالى لأن هذا حديث قدسي إن عبدي قد أذنب ذنبا وقد علم أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت لعبدي. نعم. ثم أذنب ذنبا آخر ماشي نفسه لأن خصنا التوبة دابا نقول الشروط ديالها الشروط ديال التوبة أنها لا تتكرر يعني ماشي نفس الخطيئة أو نفس الدم. هناك الإقلاع هناك الإصرار على عدم العود هناك إلا إذا عاد إلى الذنب ثم
كذلك تاب دائما مفتوح، ولكن الإصرار على التكرار وعلى الله سبحانه وتعالى راه كيغفر ونبقى نعاود، لا. فالحديث قال ثم ارتكب ذنبا آخر، ماشي نفسه. نعم. فقال أي ربي إني ذنبت ذنبا فاغفر لي، قد أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله سبحانه وتعالى إن عبدي قد أذنب ذنبا وقد علم أن له ربا، نفس كررها ثلاث مرات حتى نعم. قال الله سبحانه وتعالى قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. وكأن عندنا بطاقة يعني مسبقة بأن الله سبحانه وتعالى ليست بطاقة لعمل السيئات، وإنما بطاقة للعودة إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت نريد، نعم. سواء كان إجهاض أو غير إجهاض إلى غير ذلك. وهذه لم تعلم فلا ذنب لها أصلا، إذا كانت تعلم يعني فأكيد يعني باب التوبة مفتوح، نعم. ولكن هذه أصلا لا تعلم، ما كانتش عارفة، فربما يعني في جهلها ربما قد يكون فيه مغفرة مضاعفة، وربما قد لا يكون عليها إثم، والله أعلم. المهم أن الإنسان أستاذ ما يقنطش من رحمة الله، نعم. هو المفروض أننا يضبط الإنسان سلوكات ديالو ما يوقعش، نعم. في الأمور خاصة الأمور اللي كتكون شوية كبيرة، نعم. ولكن إذا وقع ونزل غير ما يرجعش أكيد، نعم. ويعاودش يرجع عندك الدم، لأن التوبة عندها شروط ديالها، هو الإحساس بالذنب ثم الإقلاع عليه، ثم إذا كانت هناك حقوق مادية أو حقوق يعني إنسانية، نعم. حق الغير يجب أن ترد هذا الحق إلى غير، أما إذا كان مع الله سبحانه وتعالى فالمغفرة أكبر وأوسع، وهو على كل شيء، نعم. قدير وذو الفضل العظيم، نعم. وشكرا أستاذة، نتحول لسؤال آخر، نبقى بالأسئلة الصوتية. سؤال صوتي، مرحبا. السلام عليكم، معك سكينة من مدينة مراكش. سؤالي هو ما هو حكم الشرع في الطلاق؟ واحد سيد في العائلة طلق الزوجة ديالو، ودابا من بعد 3 سنين دابا تفكر باش يرجعها، وحتى هي بغات ترجع، ولكن فاش كان الطلاق فاش يلا بداو الإجراءات ديال الطلاق، تعرضت العائلة الزوج البيت الزوج تعرض لهجوم من طرف عائلة الزوجة، وسميتو دابا المشكلة واخا زعما ترجع بقات ديك العلاقة متشنجة، ما غاديش تكون كيبحال في الأول قبل ما يوقع الطلاق. بغينا نعرفو واش ما حكم الرجوع. مرحبا مرحبا، غتعرفي حكم الرجوع ان شاء الله. سؤال واضح بما يكفي. نعم، واضح جدا، والجواب كذلك يعني بسيط وواضح، انه يجوز لها ذلك بلا شك، يجوز لهم ذلك، الا انه يجب ان ننتبه الى انه زواج جديد، هي اعتقد 3 سنوات، نعم. ربما زعمل مسافة طويلة، ولو كانت كما قلت يعني 7 سنوات أو 10 سنوات لا بأس. إذن الحكم فين يتغير هو هل انقضت العدة أم لم تنقض العدة، عندنا تلك 3 أشهر فقط هي التي يختلف يعني الرجعة فيها. قبل 3 أشهر عرفنا بأن الرجوع والرجعة بدون عقد جديد، ولكن بعد انتهاء الرجعة يجب أن يكون هناك عقد جديد، صداق، إجاب وقبول، إشهاد، توثيق إلى غير ذلك، من زواج جديد، زواج جديد بكل المقاييس. خيارة كانت مراته من قبل وهي كانت، نعم. رجلة، وهذا كذلك يشير إلى أنه زواج جديد يجب أن تفكر، وكأنها مقبلة على زواج. سبب فشل الزواج هل هو ما زال قائم أم لا؟ يعني فقط خلانا، نعم. من هذا فقط يعني اجتماعيا، أما شرعيا فلا يحق لها أن ترجع ويعني يتزوج بهذه الشروط. شريطة أن لا يكون طلقها 3، هذا دون أن ننسى، أما إذا طلقها 3 مرات فلا يجوز لها يعني الرجوع إلى زوجها، إلا بعد طبعا أن تتزوج زوجا آخر فيطلقها أو يموت ويتوفى عنها. نعم. فالآن اجتماعيا وكنصيحة يعني يجب أن تفكر هل يعني هذا الزوج، كأنها جاية تزوج من جديد، من جديد، هذا الرجل صالح ما صالحش، هل سبب الطلاق الأول قائم أم هو منتفي، هل يمكن يعني أن عندها من المقومات لإنجاح هذه المؤسسة مرة ثانية، أم هي عودة أخرى إلى غير ذلك، نعم. كين أبناء ما كينش أبناء، كين أطفال إلى غير، هذه الأطفال خلال هذه 3 سنوات هل عاشوا حياة مستقرة أفضل من الزواج أم العكس صحيح، فيجب أن يكون مجموعة من المعطيات، مجموعة من المعطيات، آخر معطى هو العائلة،
الممتدة. هي رجع إلى التدخل المعقد الكبير لأنه وقع شوية الشجر بيناتهم. أبدا يعني فعلا أن يعني الطلاق يعني يخرج في الإنسان أسوأ ما فيه بلا شك، يعني أكيد هذا هو العادي، والإنسان يعني الحكيم هو الذي يحاول أن هذا هو العادي أستاذ أنه يخرج الإنسان لأنه كان شوفوا على ليس هو الطبيعي تنتهي. ولكن عادة مع الأسف الشديد من العادة مش من الطبيعي في أبدا الإنسان لأنه يعني الإنسان كيخرج الطبع دياله. يقول الحسن البصري الناس مستورون ما زالوا يعني في سعة من أمرهم، فإذا صاروا إلى شدائد يعني رجعوا إلى أصولهم وإلى معدنهم وإلى يعني حقيقتهم. فالإنسان اللي يكون مربي لغير ذلك حتى في طلق يكون مربي، والإنسان اللي كيكون يعني عنيف في طلق يكون عنيف، الإنسان اللي يكون شوية يعني لست أدري يعني الكلمات يمكن أن نقال في هذا المقام، المهم أن الأسوأ ما في الإنسان كيخرج في الطلاق. ولكن الإنسان المسلم المتزن المتقي المؤمن بالله الذي يراعي حدود الله سبحانه وتعالى، النفس يعني يربيها النفس وما سواها، نعم. فيحاول ما أمكن أن لا يخرج أسوأ ما فيه، بالعكس أن يكون عادلا أن يكون محسنا أن يكون محسنا في الطلاق، أن يكون هناك فضل وإحسان. فالعائلة والأسرة التي ذكرت كذريعة لعدم الرجعة لا علاقة لها بالموضوع، وهي آخر شيء، لأن العائلة والأسرة إن شاء الله بالنصيحة بالمجهود بالتشاور إلى غير ذلك يمكن، نعم. أن ترجع أن تعود المياه إلى مجاريها. المهم أن تفكر في تلك المؤسسة التي هي مقدمة على إنشائها مع هذا الزوج، هل لها من مقومات ما ينجحها هذه المرة؟ نعم سيدة، نعم بارك الله فيك. تحولوا لسؤال آخر، سؤال مكتوب السي عبد الواحد من بريطانيا، يقول أعيش في أوروبا وتعرفت على فتاة مسلمة وبقيت معي في المنزل دون زواج مدة طويلة، فأنجبت لي 4 أولاد دون زواج، واليوم أريد تحويل علاقتنا إلى زواج، فما الأمل؟ هي المسألة يعني صعبة جدا، لأن هذه يعترف ويقر بأنها علاقة غير شرعية، فيمكن أن نقول لعله زواج غير موثق، لعله كذا يعني قياسا على رسول يعني الله صلى الله عليه وسلم. كين نعم، خاصة هناك مشيت الولد أربعة أبناء، يعني مع الأسف الشديد يصعب علينا أن نحكم أن نقضي على هذه الأسرة بأنها أسرة غير شرعية وأن هناك بنوة غير شرعية. فأقول لعله زواج غير موثق، لعله كذا إلى غير ذلك، وله من سلبيات ما له من سلبيات. نعم، فقط يعني نفكر في الأبناء. أما هي العلاقة بين الطرفين بلا شك هي علاقة غير شرعية، هي علاقة لا يجوز للإنسان أن يعيش تحت سقف واحد لهذه المدة الطويلة بدون أن يكون هناك رباط زوجي مقدس موثق، لأن يعني الله سبحانه وتعالى جعل الاتصال بين الرجل والمرأة لا يتم إلا عن طريق الزواج فقط، والمشرع المغربي جعل الوسيلة الوحيدة لإثبات هذا الزواج هي الوثيقة وعقد الزواج، فهذه بنوة غير شرعية. بنوة غير شرعية. بنوة غير شرعية، فهو يقر بأنه هذه الأبناء قد في المدونة، طبعا مدونة الأسرة من مستجدات هذه المدونة أن ميزت بين البنوة وبين النسب. البنوة هو تلك العلاقة البيولوجية، تنسل الولادة. النسب هو ذلك الأثر القانوني والشرعي الذي يلحق أو نلحقه بالبنوة الشرعية عندما تكون شرعية، أما عندما لا تكون شرعية لا نلحق نسبا. بمعنى مثلا دابا لنفرض أن وقعت ما كاينش توارث بيناتهم، طبعا إذا أقر بأن هناك بنوة أنه كانت إلا علاقة. إذا قام بالاستلحاق والإقرار، الاستلحاق والإقرار بأن هؤلاء أبناء وبأن هناك بنوة شرعية، أما ما عداه فهو أبدا ليست ببنوة شرعية وفق مدونة الأسرة، وفق مدونة الأسرة. يعني ويؤسفني إذن هذا يرد البلاء أستاذ الإسلام. أكيد أكيد شي مرة كيكون غير علاقة عابرة وكتنتج عليها أولادي وليوا الضحايا هما الأولاد. الآن يعني كيفاش نحلوا المشكل؟ من أزمة المجتمعات الآن هي هؤلاء الأطفال الذين لا نسب لهم ولا أب لهم إلى غير ذلك، وأطفال أمهات العازبات إلى غير ذلك. يعني فهي الأخطاء ديال الكبار كيدفعوها. نعم، أخطاء الآباء والأمهات مع الأسف الشديد، ونحاول ما أمكن، الشريعة الإسلامية تحاول ما أمكن أن تحمي هؤلاء الأطفال، بحيث أن هناك تشوف شديد، تشوف اشتياق لإثبات النسب، تثبت النسب بأقل الوسائل ولو كانت ظنية،
الرسول الله وسلم فقط للشبه الحق النسب، الشبه فقط الحق النسب، القيافة، القيافة هو الشبه الحق النسب. وتشدد وتحتاط في ماذا؟ في نفي النسب. ملي كيثبت النسب للفراش ما كاينش اللي يزعزعوا الا باللعان الا الا الى غير ذلك. فهناك يعني وسائل مشدده لاثبات النفي، فالشريعه الاسلاميه حمايه لهذا الطفل هناك وسائل لاثبات هذا النسب، عليه بالاستلحاق بالاقرار الى غير ذلك حتى يثبت هذا النسب. واول شيء عفوا للمقاطعه، واول شيء توثيق عقد زواجه، اول شيء كيف يعمل هو دابا؟ هو الان كيسول ما العمل انه في دوله اوروبيه وفي بريطانيا، نعم، الان عنده 4 الاولاد، الان ربما عاد فاق، عاد انتبه على ان هذا الشيء اللي كيدير ماشي هو هذاك، بغى يعرف، بغى يدير شنو يدير دابا الان بشكل اجرائي. هو اول شيء هو عقد الزواج، ان يتزوج عقدا صحيحا بكل شروطه واركانه الشرعيه والقانونيه، توثيق هذا العقد خارج المغرب وداخل المغرب. عندنا تحدثنا في الطريقه، اكيد هو يعرف المسائل وكيسول على الحكم الشرعي ماشي القانوني. ثاني شيء يتبع مسطره الاستلحاق والاقرار بهذا النسب، كيكتب خط يده بان هؤلاء ابناؤه الى غير ذلك، وربما قد يلحق النسب اذا اقر بانها بنوه شرعيه وانه لم يوثق الزواج مثلا او انه او شيء من هذا القبيل. اما اذا اقر بانها علاقه غير شرعيه فلا يلحق النسب. فلهذا انا اقول كما قال يقول مثلا هادو راهم ولادي، نعم ولهذا ولكن اقول له كانت علاقه غير شرعيه من الناحيه القانونيه، نعم من الناحيه القانونيه لا، من الناحيه القانونيه لا، نعم. لهذا نعم. اقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه يعني في روايه امراه وفي روايه اخرى رجل يعني يطلب حد الزنا، فيقول له لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك، فاقول له لعلك لم توثق الزواج، لعلك خطبه، لعلها كذا، حتى لا يعني نحرم هؤلاء الابناء من 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 نسبهم، من نسب ابيهم، من نسب ابيهم. نعم استاذ بارك الله فيك. انتقلوا سؤال اخر، سؤال صوتي، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أسألك سؤالا واحدا. واحد خطرة أنا في هولندا، واحد الخطرة روحت للمغرب وعصبتني المرأة ديالي وقلت لها والله من هذا اليوم ما تجي معي للمغرب. بعد استندمت، ما هو الحلول؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ومرحبا، وغتسمع ان شاء الله الحكم الشرعي في 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 المساله. في لحظه غضب كانوا مسافرين هنا للمغرب، هو في هولندا، وتقلق على الزوجه ديالو، حلف عليها قال لها ما بقاش تجي معايا للمغرب، فعاوتاني تبدلت وتصالحوا. كيفاش يعمل الان؟ نعم الحمد لله، يعني المسألة بسيطة الحمد لله، ما حلفش لا بالطلاق لا بشي حاجة، الحمد لله حلف بأنها ما تجيش المغرب، والمسألة كاين حيث اليمين، حيث اليمين يعني الله سبحانه وتعالى. يمكن أقول لك بأن عندنا أيمان أربعة، عندنا يمينان تكفران ويمينان لا يكفران. يمينان التي تكفر وسأقول يعني بماذا تكفر، ما هي كفارة اليمين، شنو خصو يدير الحل ديالو. يا اليمين ولا قال والله ما ندير هذه، ولا قال الا درتي هذه غندير هذه، والله الا درتي هذه غندير هذه، مرتبطه بشيء. او انه يقول والله لا افعلن كذا، هذه في جميع الحالات تكفر. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. اذا فالكفاره بالنسبه لهذه اليمينين اللي ذكرت انه اما انه يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. دائما السؤال مش حال غنطعم ديك الشيء اللي كطعم الأهل ديالك، نعم، لوليداتك، الأوسط ديالو، ماشي المخير ديالو، المزيان ديالو، ماشي الرذيل ديالو، نعم، القليل ديالو، الوسط، تعطيه الأكلة تشبعه. طبعا هناك بعض الفقهاء من قالوا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم 750 غرام بمد المدينة، هذه ما ندقوش فيها. المهم هو أنه يطعمه داك الشيء اللي غيشبع به 10 مساكين. ما قدرش أو اختيار، لاش ما قدرش أو اختيار، يكسيهم، يعطيهم الكسوة بحيث ما يستر العورة، سواء للرجل المرأة، مثلا المرأة لباس وخمار، الرجل لباس إلى غير ذلك، مهم اللي غيكسي العورة ديالهم، نعم، تكون البيسة كاملة متكاملة، أو تحرير الرقبة، هذا كله اختيار. طبعا تحرير الرقبة الآن لم يعد عندنا إماء ولا عبيد، فعنده الخيار، إما أول شيء يطعم، ما قدرش، ماشي ما قدرش، اختار أنه
يكسيهم يلبسهم بدل إطعامهم. بدل إطعامهم هو يختار هنا أو للاختيار والتخيير ما 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 قدرش أو عاد ما قدرش يدير هذا الشيء عاد يصوم ثلاثة أيام. نحن جرت العادة يعني دائما إذا ما عندوش فمن لم يجد حتى ولا ما لقيتيش باش تكسي وباش تطعم عاد ممكن تنتقل إلى صيام ثلاثة أيام. إحنا عادة يعني الأعرف عندنا صوم ثلاثة أيام في حين أن هذه المسائل الله سبحانه وتعالى شرعها حتى للتكافل الاجتماعي حتى شوية نساعدوا الفقير ماشي فقط يعني العبادات التي ربما قد تعود على النفس فقط وإنما تعود حتى المجتمع. نعم. فهو هذا دين المجتمع بناء المجتمع. فمزيان تحلف ماشي مزيان تحلف ولكن مزيان تكفر بالفلوس بهالطريقة هذه وبدل من الصيام. نعم. لا بالعكس الإيمان خصنا نحفظه الأيمان. فهذه هذا اليمين دياله هو هذا الأيمان التي لا تكفر فهنا يعني المناسبة نقولها هي اليمين الذي يحلف الإنسان على شيء على أنه قطعا موجود وهو يظن ذلك وهو يظن أنه كذلك ولكن تبين أنه أخطأ هو كيظن 100% بأن ذلك المسألة هي كما يقولها ويقسم على ذلك أقسم مثلا أقسم صادقا ويقينا بأن المسألة كما تصورها أو كما يقولها فتبين له بأنها المسألة وهو في قرارة نفسه يعني متيقن هذه لا كفارة فيها. الكفارة الثانية هي عكسها تماما الذي يقسم ويحلف وهو متيقن أنه كاذب وهو التي تسمى اليمين الغموس يزور يكذب هذه لا كفارة. لماذا لا كفارة؟ لأن إثمها كبير لأن إثمها كبير جدا ما كتجبرش حتى بالكفارة ما بلا ما يعني وكأن الله سبحانه وتعالى والفقهاء يقولون يعني لا تظنون أنكم يعني قد يعني نجوتم بفعلتكم هذه ننتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى لأن هذه كفارة الغموس الواحد يمشي يشهد زور ويحلف على الزور في المحكمة وهذا هو عارف بأن زور يجي كفر لثلاثة أيام هذه لا كفارة لا لا صيام كيبقى باب بينه وبين الله لعل الله سبحانه وتعالى يتوب نعم ويتجاوز نعم هذا طبعا باب التوبة ذكرنا قبل قليل ولكن هو ما زال مصر على المسألة ويقسم ويعني يحلف بالله سبحانه وتعالى كذبا وزورا وبهتان وهو يعلم ذلك هذا لا كفارة له لأن مني كنعطيه الكفارة لجبر الضرر كنجبر الضرر وكنرفع الإثم فهذا لا جبر له. فعندنا الكفارة اللي تكون اليمين اللي كتكون متيقن واليمين اللي كتكون كاذب فيها يعني ان فيها هي اليقين ولكن يقين ديال الكذب يبقى السائل انه يعني هو لحظه غضب اذا في هذه الحاله ديال السائل عنده اليمينات كفارة. نعم الكفاره لان قال والله لكذا كذا لا افعلن كذا فهو له كفاره فهو اما يطعم 10 المساكين او الكسوه ديالهم او ما لقاش وما قدش طبعا هذا اولا ولا ينتقل عنده خيار بين الطعام أو الكسوة نعم إلى 10 المساكين نعم وإذا ما فحالوش ما عندوش عادي يصوم ثلاثة أيام عادي يصوم ثلاثة أيام نعم وطبعا نعم. هذه فقط يعني تصحيح للجميع دائما نظن أن صيام ثلاثة أيام هي الأولى لا حتى يتم العجز عن الإطعام وعن الكسوة. نعم سيدة نعم ننتقلوا نعم. للسؤال وهو الأخير نعم. في هذه الحلقة السيدة حورية من مدينة الغير تقول عندي سؤالان أولهما هل يجوز لنا نحن النساء الصلاة جماعة مع بعضنا وثانيهما والدتي تصلي النوافل وتهدي ثوابها لأبي المتوفى رحمه الله فهل يصله ذلك؟ نعم الشق الأول من السؤال أو السؤال الأول نعم. هي صلاة الجماعة بالنسبة للنساء النساء. طبعا نحن نعلم أن المغرب يعني نتمذهب بالمذهب المالكي والمذهب المالكي لا يجوز إمامة المرأة سواء للنساء أو للرجال طبعا إمامة المرأة للرجال بإجماع الفقهاء ككل مذاهب الأربعة وهناك إجماع حتى المذاهب الأخرى أنه لا تأم المرأة الرجل نعم ولكن هناك خلاف بين المذاهب إمامة المرأة للمرأة مذاهب الأخرى يجوز ذلك ولكن المذهب المالكي لا يجوز ذلك ولا تأم المرأة وتصلي بمفردها وطبعا هذا ليس فيه انتقاص للمرأة أو شيء من هذا القبيل وإنما بعض اطلعت على بعض الفقهاء المالكيين يقولون هذه حرص على المرأة أن تحضر مجالس الجماعة في المسجد فإذا يعني سمح للمرأة بالجماعة
ربما قد تستغني عن حضور المجالس المسجد. هذا بعض يعني بعض العلل، ولكن يبقى أن يعني العبادات ليس فيها يعني علل، ليس فيها يعني تعليل، ولكن فقط يعني لكي لا يثار ما يثار، ليست منقصة في حق المرأة، وإنما هو حكم من الأحكام الخاصة بالنساء. السؤال الثاني هو هل يمكن أن أستاذ واحد السؤال كي ديال الوفاء. الوفاء هذا ما أعجبني في هذا السؤال الوفاء. صراحة يعني عندما قرأت الآن الوفاء جميل، نعم يعني الوفاء جميل جدا جدا، أن يكون هناك هذا الوفاء ما بعد الممات، يعني لدرجة أنها تصلي وتهدي يعني طبلها أكيد. نعم. بلا شك يعني حتى وإن كان فقهيا قد وقع خلاف بين العلماء حول الإنابة وحول إهداء يعني القربات والطاعات إلى الأموات، هناك اختلاف، ولكن سأقول لها يعني الحكم الفقه المالكي، المالكي لا يجوز ذلك ولا يقول بأنه يمكن أن يصل يعني ثواب العبادات إلى الأموات، فقط ما استثنى الحديث وهو الدعاء والصدقة. الدعاء والصدقة إذا مات، نعم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهنا الحديث الصحيح يبين بأن العمل انقطع إلا من ثلاث، هناك استثناء: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فمن خلال هذا الحديث هو الدعاء وهي الصدقة، أن تتصدق على هذا الزوج. هي بعد ما تصلي مثلا سلمت الصلاة ديالها ودعي مع الزوج ديالها. نعم هذا هو اللي الدعاء خصوصاً. وأقول يعني كذلك هذه الصلاة أكيد بلا شك يعني لن تذهب سودا، فالله سبحانه وتعالى لن يضيعها في أجرها، فإذا لم تكن تعود بالثواب على زوجها بلا شك تعود بالثواب على هذا الوفاء، على هذا الإخلاص، على هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فأكيد بلا شك يعني هناك أجر. ولكن يعني لتزكية هذا الوفاء نقول لها يفضل لك الدعاء والصدقة لهذا الزوج إن شاء الله. نعم شكرا جزيلا لك فضيلة الأستاذة. فعلا طبالة ختمنا الحمد لله حسن ونريد نماذج من هذه النساء والمجتمع، وهذا المجتمع ما الأسئلة كتجينا أستاذة في مرة فيها الشنآن مرة فيها هذه الرحمة وهذه المودة حتى بعد الوفاة، يعني السيد راه توفى رحمة الله عليه، ولكن هي بقى بغى ليه الخير وبغى ليه المنفعة، فهذه أن الله يوفقنا لكل خير جميعا. شكرا جزيلا لك فضيلة الأستاذة الدكتورة بوثيدة الغمزوري، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط. أنتم أيضا أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات أشكركم وأضرب لكم موعدا في لقاء آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.